عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، ومن ثم تأتينا مسألة الحصر هنا، ما نوعه؟ أو حصر حقيقي أم حصر إضافي نسبي؟ أهلاك الناس بالغلو فقط أم أن من قبلنا هلكوا بأشياء غير الغلو؟ هلكوا بأشياء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لما شفع أسامة رضي الله عنه في تلك المرأة المخزومية التي سرقت وهي ذات شرف، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخبر عليها الصلاة والسلام أنهم هلكوا حينما فرقوا في الحكم الشرعي بين الشريف وبين الوضيع، فيكون هذا الحصر حصرا نسبيا إضافيا. والحصر الإضافي إذا قلنا إنه حصر إضافي، ما نوع هذا الحصر الإضافي؟ لأن أنواع الحصر الإضافي عند أهل البلاغة ثلاثة أنواع: حصر إفراد، حصر قلب، حصر تعيين بياء عين ونون. النوع الأول هو حصر الإفراد من أجل أن المخاطب يعتقد المشاركة في هذا الحكم، كما لو قلنا مثلا في من كان عنده صديقان أحدهما أحمد والآخر محمد، فاعتقد أن أحمد ومحمد قد سافرا، فتقول له: إنما المسافر أحمد. هذا قصر إفراد، فأفردت أحمد بالسفر لأن المخاطب يعتقد أنهما قد اشتركا في السفر. قصر القلب وهو أن تأتي بحكم يخالف ما في معتقد المخاطب. مثاله: لو اعتقد أن محمدا هو المسافر فماذا تقول؟ إنما المسافر أحمد. قصر التعيين، وذلك بأن يتردد المخاطب أو يكون عنده شيء من الشك في أيهما المسافر، فتقول: إنما المسافر أحمد. وهنا أهو قصر إفراد أم قصر قلب أم قصر تعيين؟ قصر تعيين. الأقرب أن يكون تعيينا من باب تقوية الحكم وإثباته وعدم التردد في إثباته.